تم إمضاء اتفاقية بين مؤسسة تونس للتنمية ومؤسسة الاستثمار في التشغيل لتنفيذ مشروع إليف المتمثل في بعث 3 مراكز إضافية بكل من توزر وسيدي بوزيد والقيروان، بتمويل من مؤسسة الاستثمار في التشغيل قدر بحوالي 17 مليون دينار. وتعد مؤسسة الاستثمار في التشغيل آلية استثمار أنشأها بنك التنمية الألماني في إطار المبادرة الخاصة. هو حدث هام خاصة بعد التوصل إلى توقيع عقد مع مؤسسة تونس للتنمية، وهذا سيمكننا من بعض 3 مراكز تكوين تكنولوجية إضافية، وأنا مسرورة جدا لهذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروع إليف. وستساعد هذه المراكز على تكوين الشباب العاطل عن العمل بغاية تحسين المستوى الفني والمساعدة على إيجاد مواطن شغل في إطار مشروع إليف، مع إعطاء الأولوية إلى الولايات ذات معدلات البطالة المرتفعة. إلى حد الآن نسبة الإدماج متاعنا أكثر من 70%، وثم 1500 شاب وشابة التحقوا بالاقتصاد ورجعوا يخدموا ودخلوا في فلوس. والمشروع الجديد اللي عنا اللي أخذنا منه 70% تمويل من عند لا كاف دبليو في، باش نخلقوا 3 مراكز جدد في سيدي بوزيد وفي القروان وفي توزر، وإن شاء الله الناويين يخلقوا 1300 موطن شغل جديد. وقد تم سابقا بعث 4 مراكز بكل من سليانة وباجة والكاف وجربة في إطار مشروع إليف الذي تنفذه مؤسسة تونس للتنمية بشراكة مع مؤسسة الاستثمار في التشغيل.